مرحبا، أنا طارق الجندي. اليوم بدي أحكي لكم عن آخر كتاب أصدرته بعمان اللي حمل اسم دراسات ومؤلفات لآلة العود. هذا الكتاب بيحتوي على 30 مقطوعة موسيقية من تأليفي، هو حصيلة ما كتبت بين عام 2003 و2017، وصدر منه مقطوعات كتير بعدة ألبومات. الكتاب أول إشي إذا بتشوفوه رح تشوفوا إنه في عنا مصطلحات اللي بتوضح للعازف طريقة العزف، دوزان العود المستخدم في كل مقطوعة، بالإضافة للأصابع المستخدمة في عزف الوضعيات وأرقام الأوتار، بالإضافة حتى لإشارات الإبهام وين بيتم استخدامها. رح تشوفوا أن المقطوعات الموسيقية مكتوبة بشكل أنها بتوضح ديناميكية الصوت الداينامكس، يعني قديش علو وانخفاض الصوت أو إذا الصوت بده يطلع أو ينزل بشكل تدريجي، بتوضح الأصابع المستخدمة في عزف النغمات، بتوضح أيضا الأرقام الأوتار اللي لازم تنعزف عليها النغمات. إذا أي حدا بيحب يسمع أي مقطوعة من المقطوعات اللي موجودة في الكتاب بس بفوت على قناتي على اليوتيوب اللي مبينة عندكم، بكتابة اسم المقطوعة بتطلع له المقطوعة ممكن يسمعها ويتبعها مع النوت. لطلب الكتاب أو الألبومز ممكن بس ترسلوا رسالة للإيميل اللي مبين عندكم على الشاشة، أو تتواصلوا معنا عن طريق أي موقع من مواقع التواصل الاجتماعي اللي كمان مبين عندكم. إن شاء الله إنه الكتاب يعجبكم، وبتمنى أني أسمع رأيكم. شكرا كثير.